بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي عزتي المشاهدين المستمعين حيثما كنتم، بالعارف يحييكم. فيديو مهم جدا عن دور 16 في كأس آسيا اللي راح يتواجه فيه العديد من المنتخبات، لكن هذا الفيديو محدد ومخصص على مباراة العراق والأردن. هذه المباراة اللي ينتظرها الجمهور العراقي والجمهور الأردني بفارغ الصبر. أكو معركة صايرة على السوشيال ميديا بين المنتخبين، بين الجمهور، الجمهور العراقي والجمهور الأردني. كل من يقول لك أنا مباراة إلي وأنا حاسمه. المنتخب الأردني للأسف يعني إجا من مجموعة فيها كوريا، ماليزيا، البحرين، يعني صارت فيها أحداث المحللين كثير تحدثوا عليها، حتى تكلمت عليها، أنه ما يصير أنه أنت تحدد مصير فرق تلعب مع من. وهذا حقيقة يدخل في يعني خانة الظلم. تتحدد مصيرك ما يخالف، بس تتحكم بمصير غيرك. وعلى أي حال هسه هذا الموضوع صار من الماضي. احنا اليوم راح نواجه كمنتخب عراقي، راح نواجه المنتخب الاردني بكامل الطاقه والقوه والعدد. همتين المنتخب العراقي كامل الطاقه والقوه والعدد، ونعول كثيرا على لاعبينا وخاصه لاعبين الشباب اللي راح يلعبون دور كبير جدا في حسم هذه المباراه اللي ممكن تنتهي بركلات الجزاء الترجيحيه، ممكن انه تطول المباراه الى اوقات اضافيه، ممكن نشاهد فيها حسم للمباراه من الشوط الاول، ممكن هدف يجي، سيناريوهات عديده مرسومه في مخيلتنا لأحداث هذا المباراة. ما نريد نطول عليكم، راح أروح مباشرة للورقة والقلم ونشوف معاكم المنتخب الأردني نقاط القوة والضعف، نحاول نبسطها ونسهلها عليكم ونقول يا الله. شباب المنتخب الأردني نقدر نقول عليه يعني آخر فترة تحديدا ثابت على نظام لعب معين. نعم هو من فترة طويلة يلعب 4-5-1، لكن آخر فترة مع عموته هو ثبت على تشكيل 3-4-3، وأحيانا يلعب 4-3-3، لكن هذا قليل صار. مع عموته التشكيل أو النظام العفوا المعتمد بالرسم التكتيكي هذا، يلعب عبد الله نصيب، يزن العرب، هنا هذا سمون العجالين، محمد مرضي، وهنا يلعب علي علوان، نعيمات، التعمري، احسان حداد، الرجدان، وعايد رجائي. هذا التشكيل او النظام المعتمد للمنتخب الاردني شباب، تمام. اغلب لاعبيه يعني خاصه بالخط الهجومي، لما نجي للتعمري هذا 26 سنه، هذا 24 سنة، هذا 23 سنة، 23 سنة، تلاحظ شلون؟ يعني يعتمد عموته في خط الهجوم على هذا الهجوم الثلاثي هذول الشباب. لكن لما ننتقل لخط الوسط، هنا عندك احسان حداد 29 سنة تقريبا 30 سنة، عبد الله نصيب هنا 30 سنة، يزن العرب اللي هو يلعب في فريق الشرطة 27 سنة، سالم عجالين 30 سنة، وعندك محمود مرضي عفوا هذا 35 سنة، وعندك محمود مرضي تقريبا هماتين 30 سنة. فتشوف هذا الخط الدفاعي اللي يلعب فيه فريق أو منتخب الأردن يعتمد فقط على شاب واحد اللي يلعب في فريق الشرطة يزن العرب. أما خط الوسط فعندك الرجدان 24 سنة، وهنا عندك عايد رجائي يعتمدون عليه هذا آخر شيء 30 سنة، يعني مقسم. هنا عندك 24 سنة شاب و30 سنة لاعب خبرة. فتشوف المنتخب الأردني مقسم أعمار اللاعبين، عدة شباب في خط الدفاع يزن عرب، وفي خط الوسط الرجدان 24 سنة، والخط الهجومي كله شباب ويعتمد على الخبرة، والمدافعين كبار السن مثل ما تشوفون على الأطراف، وقلبي الدفاع خاصة العجالين 35 سنة، وعنده أيضا بقية لاعبين هماتين موجودين في الخطوط الدفاعية غالبا عمرهم كبيرة. طبعا الحارس هماتين عمره 30 سنة اللي هو أبو ليلى. معدل الأعمار هذا يعطي حيوية للمنتخب الأردني للتحرك في الأمام وللمحافظة في الحالة الدفاعية، لأن هذول أغلب اللاعبين خبرة ويعرفون شلون يتعاملون في الحالة الدفاعية. تدرون انه اهم شيء عند المنتخب الاردني من فترة طويلة جدا، وهو يعني باسلوب الهجومي
وهو الهجمات المرتدة اللي غالبا يلعبها على الجهتين اليسرى واليمنى. بتلاحظ شلون؟ وغالبا المنتخب الأردني يعتمد إذا نقسم الملعب إلى هالقسم هذا يعتمد على القسم الأيمن غالبا في الهجوم، وهو القسم الأخطر خاصة في عملية البناء. لما يريد يبني لعب المنتخب الأردني تكون عند الجهة المفضلة هي الجهة اليمنى، اللي أكيد هنا يعني حركها موسى التعمري اللي هو يلعب على الجهة اليمنى كذا، أو أحيانا يجي يلعب بهالشكل. هذا علوان جديد على المنتخب، عادة هو كان يلعب رأس حربة، كان النعيمات هنا يلعب، لكن هم يقدرون يغيرون مراكزهم وفق الحالة المطلوبة. نقدر نقول أن الجهة اليسرى للمنتخب الأردني هي الجهة الأضعف اللي نقدر من خلالها اللي يلعب في هذه الجهة، اللي يلعب في هذه الجهة اللي هو أكيد يوسف الأمين وحسين علي، وأحيانا يميل إلها أسامة رشيد وزيدان قبال. طيب، وفق آخر الإحصائيات اللي لعب فيها المنتخب الأردني يبدو أنه أخطر لاعبيه موسى التعمري، نعيمات، ومرضي، بالإضافة إلى حسن حداد، لأن هذا أحيانا يشارك بالهجوم، فتشوف أخطر لاعبيه هم هذول للمنتخب الأردني. طبعا علوان كان يلعب مهاجم، هذا كان يلعب مهاجم رأس حربة، الآن يلعب على الجهة اليسرى في مباراة يعني مستوى مو مستقر، في مباراة جيد في مباراة غير جيد، لكن بشكل عام هم هذول أخطر لاعبي المنتخب الأردني. المنتخب الأردني يعتمد على الهجمات المرتدة. إذا استطاع المنتخب العراقي أنه يجرد المنتخب الأردني من أسلوبه هذا المعتمد، يعني بأي طريقة كانت ما يخلوهم يعتمدون على الهجمات، لأن هم عندهم سرعة فائقة، هذا التعمري عنده سرعة، النعيمات عنده سرعة، علوان عنده سرعة، ويناورون، وإضافة إلى أنه أكو يعني بهالشكل هذا تصير العملية الهجومية عادة، ويبقى بشكل الدفاعي بهذا الشكل. يلعبون أحيانا هم بأربع لاعبين، لكن بهذه يعني انت تقدر تقول انه واحد من لاعبي خط الوسط ينسحب فيرجعون يكونون هذا الشكل في الحالة الدفاعية. في عملية البناء الرجدان يستلم عايد، احيانا يصعد لي فوق. عملية اللعب دائما تكون تقريبا 50% كراتهم تكون اما كرات طويلة عابرة يكسرون فيها خطوط المنتخب الكوري الماليزي أي فريق لعبوا معاه، أو يلعبون بهذا الشكل، يعني تدرون يعني الكرة تكون أما من فوق اللاعبين أما حول اللاعبين أما بينيات بين اللاعبين، هم يلعبون هذا الشكل، يعني هواي كرات من عندهم تروح بهذا الشكل بهذا الاتجاه، وغالبا يعني على الجهة اليمنى يلعبون، وغالبا كرات طويلة تكون بهالشكل هذا مركزة على التعمري والنعيمات الكرات الطويلة. وإذا وصلت الكرة إلى مرضي أو إلى التعمري أو إلى النعيمات، وأحيانا الرجدان أحيانا يحاولون أن يجرون بالكرة ويحاولون يتجاوزون خطوط الدفاعية أو يكسرون الخطوط اللي يلعبون سواء كان مع ماليزيا كوريا، هذا الأسلوب المعتمد عادة للمنتخب الأردني في تجاوز الخطوط اللي يلعبون في تجاوز خطوط الفرق اللي يلعبون معها، أما كرات جانبية غالبا أما كرات ساقطة، وأما يجرون بالكرة يحاولون يراوغون يعني ويدخلون على المرمى. سلبيات هذا الأسلوب وهذا النظام اللي يلعب فيه المنتخب الأردني أنه دائما تكون عنده مشكلة في خط الوسط، لأن أغلب لاعبيه مثل ما تشوفوهم يحاولون يلعبون على الطرف، وخاصة هم يلعبون هجماتهم بهذا الشكل تقريبا هواية كلش هواية، خلنا نقول 50% من كراتهم يلعبون بها بهذا الشكل. فإذا أنت تستطيع أنه تستحوذ على خط الوسط بلاعبين جيدين راح تخرج اثنين لاعبين من عندهم خارج اللعبة، وبالتالي تسيطر على منطقة العمليات وتكون جدا خطير على المنتخب الأردني. النقطة الثانية، المنتخب الأردني لما يبدي يحاول يهجم فتشوفه
يلعب فقط بثلاث مدافعين وارتكاز أو لاعب خط وسط واحد، نفس الكلام، خلل في خط الوسط ممكن يستثمر المنتخب العراقي، ضعف وليس خلل، ضعف في خط الوسط ممكن يستثمر المنتخب العراقي إذا استطاع أن يكثف الضغط على هذا اللاعب، يقدر يفتك من عند الكرة، إضافة لهذولة يقدر يفتك من عندهم الكرة ويحاول العراق أن يسوي عليهم هجمة مرتدة، يحارب أو يلاعب المنتخب الأردني بأسلوبه. يعني ممكن العراق يعتمد على الهجمات المرتدة، يعني إذا جردناهم من هذا أسلوبهم خلاص هم بعد ما يعرفوا شو يسوون باللعب، لأن لا يجيدون سوى الهجمات المرتدة والكرات الطويلة والركنيات والثابتات. نقدر نقول أنه هذا المربع هو نقطة ضعف المنتخب الأردني اللي يلعب فيه يوسف الأمين. يوسف الأمين يهاجم الفراغ بشكل رهيب، بإمكان يوسف الأمين أنه يكون نقطة عنصر أو عنصر تحول في مباراتنا أمام المنتخب الأردني إذا كان مشارك، أو إبراهيم بايش. لكن إبراهيم بايش بالعملية الهجومية مو جيد، بالعملية الدفاعية جيد، وحنا نشوف أنه جهة إبراهيم بايش هي جهة ضعيفة، بالإمكان نستثمر بايش في خط الوسط ونعطي يوسف الأفضلية أو علي جاسم الأفضلية في الجهة اليمنى. المهم لاعب سريع ويهاجم الفراغ بسرعة فائقة، وأتصور يوسف أفضل واحد يجيد هذا اللعب. إذا لعبنا زيدان إقبال هنا بالضبط، لأن زيدان إقبال أكثر لاعب يطلب الكرة، أكثر لاعب متحرك، أكثر لاعب يسوي لك كرات أمامية ويضرب الخطوط بكرات بين المدافعين ويوصل كرات على الجانبين بسهولة زيدان إقبال. إذا يوسف الأمين سريع ويهاجم خط الخطوط أو الفراغات اللي تصير في منطقة الجزاء عند المنتخب الأردني، إضافة لمهارة علي جاسم هنا، تشوف شلون، إضافة إلى سرعة علي الحمادي أو ميمي، ممكن نشوف سرعة علي الحمادي أو ميمي، هذه العملية راح تربك كثيرا مدافعي المنتخب الأردني. يعني ممكن أنه يوظف بايش ظهير أيمن ويلعب أمامه يوسف الأمين، أحمد يحيى، علي جاسم، أمير العماري، أسامة رشيد، وزيدان إقبال، وبالأمام ميمي لأن سريع ويهاجم ويفترس المدافعين بشكل جيد، أو علي الحمادي. وفق هذا أشوف المنتخب العراقي مسيطر على المنتخب الأردني، وأشوف المباراة ذاهبة لصالح المنتخب العراقي. هذا يا شباب باختصار، حاولت أختصر يعني قدر الإمكان المعلومات المتوفرة عندي عن المنتخب الأردني، أأمل أن أكون قد وفقت بنقلها إليكم بهذا الطريقة يعني المبسطة، وأدعو الله سبحانه وتعالى التوفيق للمنتخب العراقي منتخبي، وأن ينتصر في هذه المباراة. وإذا ما فاز المنتخب العراقي في هذه المباراة أنا راح أكون جدا محترم جهد الفريق، محترم جهد اللاعبين، أقدر جهد الفريق، أقدر جهد اللاعبين، أقدر جهد كاساس، أكون شاكر إليه لأنه قدم لنا بطولة استمتعنا فيها. إذا خسرنا ما راح أكون يعني مقهور، تحياتنا للفريق اللي يفوز، ولكن إذا فزت راح أكون جدا سعيد، وإن شاء الله فالنا الكاس وفالنا البطولة بعون الله تعالى. تحياتي للجميع، الآن تضعوا لايك لهذا الفيديو، أشوف اشتراكاتكم الحلوة، في أمان الله.